تشارك عشان خاطر بلدنا وحط صوتك. انزل وقول كلمتك عشان خاطر بلدك. ما تكسلش في اليوم ده، انزل عشان خاطر ولادنا وعشان خاطر البلد. لازم تنزل عشان مستقبل افضل. انزل وشارك، صوتك امانه. 10 و11 و12 املوا اللجان، ادي صوتك زي ما انت عايز. انزل وشارك من اجل بلدك، من اجل حياه، من اجل استقرار، من اجل استمرار، من اجل حياه جديده وجمهوريه جديده. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مساء الخير على حضراتكم، واهلا بكم في حلقه جديده من الحياه اليوم، حلقه يوم الجمعه الموافق 8 ديسمبر 2023. ماذا يحدث في الحياه اليوم في مصر؟ طبعا زي ما حضراتكم عارفين، انظار وبوصله العالم كله بتتجه لمصر، لان لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات الرئاسيه 2024. وزي ما حضراتكم عارفين، احنا في صمت انتخابي. الصمت روضه الفكر، وليس كل صمت سكون، ولكن هو صمت جوابه الفعل، جوابه المشاركة الإيجابية في صنع مستقبل هذا الوطن العظيم. بدأنا الصمت الانتخابي قبل انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، ويمكن الهدف من الصمت الانتخابي ده تحديدا هو الحفاظ على بيئة تصويت حرة، بيئة نزيهة، بيكون البيئة دي بتسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب في التفكير والتدبر، وكمان اتخاذ القرار اللي بيراه مناسب يرضي ضميره تجاه هذا الوطن العظيم بالتحديد. ويمكن إرادة مصر لن تملى على العالم أجمع إلا بقرار المصريين أنفسهم، وده اللي احنا شفناه خلال يعني الأيام الماضية أثناء يعني ما حدث في غزة بالتحديد، وإزاي كانت إرادة المصريين نفسها هي اللي فرضت موقف مصر في يعني كبرى المحافل وأيضا كبرى الملفات الدولية، لأن ما فيش رئيس قوي، رئيس بيكون مسنود إلا بدعم شعبه ليه. وإحنا أمام فرصة حقيقية عشان نقول للعالم كله اللي إحنا المصريين، إحنا اللي بنصنع قرارنا من أنفسنا، إحنا اللي بنقرر إحنا عاوزين إيه في المستقبل. وأعتقد الانتخابات الرئاسية هو حق دستوري لكل مواطن مصري وواجب تجاه البلد دي المشاركة فيه. إيه اللي بيحصل في الصمت الانتخابي وبالتزامن مع هذه العملية أو عملية الصمت الانتخابي بالتحديد؟ في استعدادات، وهي الاستعدادات النهائية لإطلاق الاستحقاق الرئاسي اللي بتجرى على قدم وساق تحت إشراف الهيئة القضائية أو الهيئة الوطنية للانتخابات. الانتخابات بتتم في الداخل في الأيام 10 و11 و12، بنتكلم أيام الحد والاثنين والثلاث القادمين بإذن الله، وهي دي الفرصة الحقيقية للمصريين للنزول علشان خاطر يختاروا من يمثلهم خلال 6 سنوات قادمة على مقعد رئيس الجمهورية. حاليا الاستعدادات اللوجستية بتتم على قدم وساق زي ما قلت لكم، على أعلى مستوى كمان من الهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير يعني كبائن التصويت، وكمان دي تكون هي كبائن سرية، محدش يعرف الناخب اختار ايه أثناء دخوله هذه الكبائن، علشان يكون من حقه ان هو يقول صوته بمنتهى الأريحية ومنتهى الشفافية ومنتهى النزاهة. باقي الإجراءات اللوجستية كمان بتدعمها وبتوفرها الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال توفير الحبر الفسفوري وصناديق الاقتراع وغيرها من الأمور اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية. يمكن الانتخابات الرئاسية السنة دي زي ما حضراتكم عارفين بتجرى ما بين 4 من المتنافسين على مقعد رئيس الجمهورية، بنتكلم في تعددية حزبية كمان في المرشحين على هذا المنصب الأرفع والأسمى في جمهورية مصر العربية. بنتكلم على السيد المرشح عبد الفتاح السيسي وهو مستقل، وكمان السيد المرشح عبد السند يمامة وهو ينتمي لحزب الوفد، وكمان السيد المرشح فريد زهران الذي ينتمي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأخيرا السيد المرشح حازم عمر المنتمي لحزب الشعب الجمهوري. عندنا تعددية حزبية، عندنا أيضا اختيارات متعددة أمام أي من الناخبين في العملية الانتخابية اللي بتتم في 11,000 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، سواء كانت ما بين مدارس، سواء كانت أيضا ما بين مراكز شباب ووحدات صحية. وهنا لو بنتكلم على ال3 أيام اللي احنا اتكلمنا عليهم، الأيام الخاصة بالعملية الانتخابية يوم الحد والاثنين والتلات، 10 و11 و12 من شهر ديسمبر، هنتكلم ان هذه الأيام هي أيام عمل
رسمية في المدارس فيما عدا واللهم إلا المدارس اللي هيكون فيها لجان انتخابية، والمدارس دي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم في كل محافظات الجمهورية. هي دي المدارس فقط اللي مش هيكون فيها أيام دراسة، لكن باقي المدارس والجامعات هتكون فيها شكل من أشكال الانتظام في العملية الدراسية بشكل يعني طبيعي جدا، ولكن زي ما احنا عارفين الانتخابات هتكون من 9 صباحا وحتى 9 مساء. كمان بنعرف حضراتكم ان الانتخابات دي هتكون بمشاركة قرابة 15,000 قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية. 15,000 قاضي دورهم الرئيسي فقط هو حفظ ورعاية وتأمين صوت الناخب داخل العملية الانتخابية او داخل مقر اللجنة الانتخابية بالتحديد، ويمكن ده اللي اعلنته الهيئه الوطنيه للانتخابات اللي بدات النهارده او من مساء امس في خطه توزيع القضاه المشرفين على الانتخابات الرئاسيه في محافظات الجمهوريه المختلفه والمناطق النائيه او المناطق البعيده الحدوديه، وده لمعاينه المقار والاطمئنان على توفير كل متطلبات اجراء الانتخابات بنزاهه وشفافيه. يمكن كمان الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت أيضا الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر لمتابعة العملية الانتخابية، وهنا بقول متابعة العملية الانتخابية لأن لازم يكون في دقة في الألفاظ المستخدمة، لأن مصر لا يراقب عليها أحد. مصر فتح دعوة عامة لكل المنظمات المعتمدة لمتابعة العملية الانتخابية، وزي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة إن مصر أنظار العالم كله بتتجه إليها علشان هذا الاستحقاق الأسمى والأرفع وهذا المشهد الديمقراطي المصري اللي بيقول إن المصريين هم اللي بيصنعوا القرار بأنفسهم. وتم كمان تسجيل 67 بعثة دبلوماسية من 24 سفارة لمتابعة الانتخابات، وأيضا يمكن نتكلم في 220 متابع من المنظمات الدولية وأكثر من 22,000 فرد من منظمات المجتمع المدني لمتابعة العملية الانتخابية ومجريات الأمور الانتخابية، وهذا الماراثون الديمقراطي اللي هيبدأ في مصر يوم الأحد القادم. وكالعادة زي ما احنا يعني أو زي ما دايما بتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات وكل متابع للمشهد الانتخابي في مصر أن فيه اهتمام دولي واسع، والاهتمام الدولي الواسع ده هو اهتمام بتغطية الانتخابات، تغطية إعلامية في أكثر من 115 وسيلة إعلامية، سواء كانت الوسائل الإعلامية دي هي محلية أو دولية، حصلت على تصاريح متابعة الانتخابات، انتخابات الرئاسة 2024، وبنتكلم بالإضافة كمان لـ70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية. إذن إحنا بنتكلم على انتخابات على مرأى ومسمع من الجميع، انتخابات يمكن الكل بيتابعها والكل حريص على معرفة مجريات الأمور السياسية التي تحدث في مصر، وده بيأكد على أهمية ومكانة مصر في المنطقة ككل، وإزاي مصر كمان ليها دور فاعل ودور مؤثر في محيطها الإقليمي وأيضا محيطها الدولي. علشان كده في اهتمام كبير جدا من كل المنظمات دي، وهو ده اللي بتعكسه لغة الأرقام اللي احنا رصدناها مع حضراتكم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر ويعني كيف تتم العملية الانتخابية والإجراءات اللوجستية والتحضير لها من خلال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الخطيب. مساء الخير يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد مساء النور. أستاذ أحمد يعني خلاص احنا بنتكلم أقل من 48 ساعة وينطلق الماراثون الديمقراطي والاستحقاق يعني الانتخابي الأسمى والأرفع في الاستحقاقات الدستورية انتخابات الرئاسة 2024، حضرتك ازاي بتتابع الأمر ده؟ هو انطلق بالفعل منذ أن تم في الخارج بدء اقتراع التصويت المصريين في الخارج، يعني قبل أيام بدأت العملية الانتخابية على أكمل وجه. أنت كما ذكرت عنيفا أنه هذا هو أكبر أكبر وأهم استحقاق دستوري في البلاد. بالمناسبة الانتخابات المصرية أستاذ أحمد هي أكبر حدث سياسي في منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب على بعد العدوان الإسرائيلي على غزة. بالمناسبة يعني ونحن أمام خبر كبير جدا في وسائل الإعلام العالمية، يعني أنت كنت شايفك أنا من شوية بتعدد بعض الأرقام المهمة جدا اللي اللي بتعكس حجم واهميه هذه الانتخابات. انتخابات استحقاق دستوري كبير يتم كل فتره من الزمن، صحيح، كل عده سنوات. بتكلم على اكبر دوله في المنطقه بشكل الاوسط،
من 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 جميع حتى على عدد الناخبين. يعني انت تتحدث عن 67 مليون ناخب وفق المدرجين في الهيئه الوطنيه للانتخابات بشكل قانوني. 67 مليون ناخب، هذا الرقم ضخم جدا، لا توجد يعني هذا الرقم تعداد دول اصلا اساسا. صحيح، بالك انت تتحدث عن اكبر من تعداد دول والله كمان. يعني تعداد سكان العدد من الدول الكبرى، يعني انت 67 من لهم حق التصويت. تحدث عن ملايين المصريين في الخارج، يعني مصر لديها 14 مليون مصري في الخارج بتعداد ثلاث دول اوروبيه مثلا. نعم. على سبيل المثال يعني 14 مليون مصري في الخارج. بدات الانتخابات قبل ايام باقتراع المصريين في الخارج، كان مبشرا وكان جيدا من حيث الاستعداد ومن حيث حتى التصويت. يعني راينا مشاركه جاده وفعاله من ملايين المصريين في الخارج. كنت تتحدث عن 121 دولة. نعم. يعني كانت تجرى انتخابات مصر الرئاسية في 121 دولة في العالم. نعم. ما بين سفارة وقنصلية. ده عدد بالمناسبة زحمة ضخمة جدا برضه. صحيح. مش كل الدول لديها عدد كل هذه السفارات، ده في الدول العظمى فقط. يعني الدول الكبرى فقط في العالم، يعني الدول العظمى في العالم لا تتعدى أكثر من 30 دولة. دول عظمى. لا توجد لديها كل هذه السفارات والقنصليات في العالم. أنت لديك سفارات وقنصليات في 121 دولة، تم إجراء الانتخابات بدون مشكلة واحدة. يعني أنا برضو لفت نظري لما شاورت بين الفرق بين المراقبة بالنسبة لمراقبة الانتخابات والمتابعة. والمتابعة، نعم، مصر دولة ذات سيادة، يعني كاملة الأهلية، ليست من الدول التي تراقب فيها الانتخابات ولا حتى أممية. صحيح. ولا غير أممية، دولة كاملة الأهلية لديها سيادة كاملة ومنذ زمن بعيد بالمناسبة. يعني لم يحدث أن جرى على مصر أن تم مراقبة الانتخابات، لكن تتابع الانتخابات، تتابع. صحيح. من قبل منظمات حقوقية عالمية وحتى ومحلية. نعم. وسائل إعلام عالمية، تتحدث عن 115 وسيلة إعلامية، ده رقم أيضا ضخم على دولة ضخمة زي مصر لما تتابعها كل هذه وسائل إعلام. يعني أنا كمان شفت، تابعت برضو بيانات الهيئة العامة للإعلامات. تتحدث عن عملية تكثيف كبير جدا، عدد المراسلين الصحفيين الأجانب في مصر. صحيح. اللي جايين عشان يتابعوا الانتخابات المصرية برضو عدد ضخم، بيعكس مدى حجم الزخم لهذه العملية الانتخابية. نعم. ثلاثة أيام بشكل كبير جدا. يعني أنت تتحدث عن حدث سياسي ضخم جدا في منطقة الشرق الأوسط. قد يقول البعض عشان نتكلم بشكل يعني دقيق، انه احداث العدوان الاسرائيلي على غزه خطفت الاضواء او خطفت المتابعه عشان نكون دقيقين من هذا الحدث الضخم. بالفعل. لا. هذا حقيقي، لانه منطقه الشرق الاوسط، لان هي اصلا منطقه عمليات، منطقه الشرق الاوسط منطقه اضطراب كبرى. صحيح. اضطرابات كبرى، اكبر منطقه بها اضطرابات في العالم هي منطقه الشرق الاوسط. في القلب تقف فيها مصر واقفه على قدمين ثابتتين. القاهره هذه الدوله العظمى الكبيره تقف مستقره امنه، رغم أن المنطقة لم تبرأ بعد من أحداث الربيع العربي التي. نعم. بدأت قبل سنوات. يعني رجت الأرض رجل في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن مصر الحمد لله رب العالمين تقف ثابتة، كل استحقاقاتها الدستورية والانتخابية تجرى على قدم وثاق بدون مشكلة واحدة. نعم. ويمكن يا أستاذ أحمد، الشعب المصري، وخليني هنا أقول للشعب المصري العظيم، خلال السنوات الماضية قدر اللي هو يتحدى التحدي نفسه، وقدر يثبت للعالم أجمع أن مصر زي ما كان بيريد ليها قوى الشر أن هي ما يقوم لهاش قومة تاني. أثبت الشعب المصري بوعيه وإدراكه للمخططات اللي كانت بتحاك لمصر خارجيا، أن هو هيكون على قلب رجل واحد علشان تنهض مصر مرة أخرى، وبالفعل ده اللي حصل خلال العشر سنوات الماضية تحديدا. حضرتك إزاي النهاردة بتراهن على الشعب المصري ووعي الشعب المصري في النزول للمشاركة في العملية الانتخابية؟ ال- 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 الشعب المصري عكس قوة الشعب المصري قوة مؤسساته. نعم. قوة مؤسساته، المؤسسات المصرية كانت قوية ولا تزال، المؤسسات قوية فاعلة مهمة. يعني أنت تتحدث من أول مؤسسة القوى الأمنية في مصر. صحيح. والجيش المصري أكبر قوة، عندما يكون هناك جيش تكون هناك فرض القانون وفرض كل التبعات. نعم. الدول اللي ما فيهاش جيوش بتتأزم وبيكون فيها مشاكل، لأن الجيش هو العمود الفقري لمؤسسة الدولة. يعني فكرة تكوين الدولة تقوم بالأساس على أن يكون جيش. لماذا الجيش؟ الجيش هو القوة الفاعلة
بتطبيق القانون وتنفيذه. صحيح. يعني هناك دول جوار يعني لم تنجح في جراء انتخابات، لماذا؟ لم يكن لديها جيش يستطيع أن يطبق القانون. صحيح. أن يفرض القوانين، أن يفرض الدستور، كل ذلك لم يحدث، لماذا؟ لأن لم توجد مؤسسات الدولة. عماد الدولة هو مؤسسات الدولة، يعني قوة الشعب المصري من قوة مؤسساته. صحيح. لذلك الذي حمى الشعب المصري في الأزمات التي مرت هو قوة مؤسسات الدولة. لديه قوة فاعلة مؤسسة، قوة ضخمة هي القوة الجيش المصري، وما تلاها من قوة أخرى، الشرطة المصرية، القضاء المصري، حتى كل مؤسسات الدولة المصري. كل مؤسسات كانت قوية، استطاعت أن تفرض ما يريده الشعب. صحيح. من استقرار وأمن، وأن يتمم استحقاقاته الانتخابية والدستورية طول الوقت. تنفيذ الدستور والقانون شأن من شؤون المؤسسات الدولة. نعم. لذلك هنا الذي يعكس ما يريد الشعب المصري هو مؤسساته. نعم. الشعب المصري كان يريد الاستقرار والأمن، وكان يريد أن يكون فاعلا، وأن يختار حاكمي، وأن يختار حتى مرشحيه والناخبين في الانتخابات، من أول النقابات حتى الانتخابات الرئاسية، مرام الانتخابات البرلمانية. نعم. كل ذلك كان تعكسه مؤسسة الدولة. طب استاذ احمد سريعا، يعني بما اننا في يعني وقت الصمت الانتخابي، وهو وقت مخصص يعني بعد الدعاية الانتخابية للأربع مرشحين، كي يتدبر كل مواطن مصري امره ويحسم قراره خلال يعني اليومين اللي مخصصين للصمت الانتخابي، ايه الرسالة اللي حضرتك تقولها النهارده للمواطن اللي لسه ما حسمش قراره بالنزول من عدمه؟ لازم المواطن ينزل ويقول رأيك ويقول كما تريد. لا احد يفرض عليك مرشحا بعين. انا فاهم ان الكلام ماشي سكت انه المرشح السيد الرئيس هو الاقوى حظا، ما هو اقوى حظا بالفعل لانه موجود على سدة السلطه، ما هو مفهوم. صحيح. اي مرشح في اي انتخابات يا استاذ احمد وجوده في 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 في, في المنصب بيديله يعني بيديله فرصه اكبر، بيكون فرصته اكبر لانه بيكون لا. قائم على انجاز وقائم على شغل يشتغل على الارض. انت لابد من المواطن ان ينزل وان يشارك، لابد ان تكون مشاركة فعالة. لماذا؟ لانه دراسات بتقوم، الدولة بتقيم هذه الدراسات، تدرس المشاركة في المحافظات وتدرس الاحتياجات من ورائها. يعني عندما ترى ان مثلا على سبيل المثال ان محافظة القاهرة نسبة المشاركة فيها بلغت 61%، انا بقول رقم جزافا، او يعني 80%، يدرس الدارسون ال 20% دول لماذا احجموا على الانتخاب. صحيح. وما هي مطالب ال 80%؟ وين المرشح الاكثر حظا؟ يعني ممكن يكون في مرشح من المرشحين في القاهره هو الاكثر حظا، مش بالضروره يكون هو اللي ناجح في كل الانتخابات، لكن يدرس المرشحين المنافسين الاخرين لماذا ربح هذا المرشح في محافظه القاهره ولم يربح الاخرون. صحيح. هنا ندرس البرنامج المرشح الفلاني كان يعطي الأولوية لكذا ولكذا ولكذا ولكذا، على الآخرين أن يعلوا من شأن باقي المطلوب. أنا أعطي مثالا أستاذ أحمد. صحيح. على إنه يعني هو حق وواجب وطني على كل طبعا. مصري ينتمي لهذا البلد العظيم بأن هو ينزل ويشارك ويقول رأيه ويعبر عن رأيه بشكل حر وبشكل منفرد خلال هذه العملية الانتخابية. وأعتقد أن كل مؤسسات الدولة الهدف الرئيسي ليها خلال الثلاث أيام دول هو تأمين الناخبين حتى يدلوا بأصواتهم في صناديق الانتخاب، بالتحديد لاختيار من يمثلهم في الست سنوات القادمة. بنشكر حضرتك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الخطيب، ولسه بنتابع مع حضراتكم. نروح مع الدكتور محمد الباز الكاتب الصحفي. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء النور يا ابو حميد. دكتور محمد، يمكن في دعوات مسمومه خلال يعني قراءتي كده لمواقع التواصل الاجتماعي، يمكن هي دعوات الهدف الرئيسي منها هو سلب اراده المصريين وسلب حقهم كمان في اختيار من يمثلهم، بفكره ان هذه الانتخابات محسومه لمرشح بعينه، وده بيخلي نوع من انواع التكاسل والتقاعس لدى البعض من النزول، هنزل وشارك ليه؟ فترد على هذه الدعوات بايه؟ وتقول للناس اللي لسه ما حسمتش امرها ايه؟ خليني اقول لحضرتك انه هذه الدعوات متوقعه جدا، ويمكن لولا الاحداث اللي مرت بيها المنطقه كانت الانتخابات الرئاسيه دي هتكون اكبر حدث بيتعرض لاكبر عدد من الشائعات واكبر عدد من محاوله استبدال المشهد بشكل كامل. نعم.
يمكن بس مش مساله الدفع بانه نتائج الانتخابات محسومه، لكن كان في دفوع كتير جدا بتحاول يعني سلب الشرعيه، الشرعيه الشعبيه والشرعيه السياسيه عن هذه الانتخابات. لكن ولاننا يعني اصبحنا على يعني بعد ساعات قليله جدا من اجراء هذه الانتخابات، عايز اقول لحضرتك على حاجه وحديث مباشر الى كل الناس، يعني حديث ليا وحديث ليك وحديث للي بيستمعونا، ان الانتخابات الرئاسيه دي في حقيقتها هي واحد من المكاسب اللي الشعب المصري يعني دفع ثمنها غالي جدا عشان نصل الى هذه النقطه وهذه المرحله ان احنا نجري هذه الانتخابات، وانتخابات متعدده ومتنوعه. احنا قدام كانت البدايه 2005 يمكن الانتخابات التعدديه صحيح 2005، لكن انا بقصد انه من 2013 وانت بتدفع ثمن من استقرارك ومن امنك ومن حتى قوت يومك عشان تدفعه لحتى نصل الى هذه المرحله اللي فيها هذا النوع من الاستقرار السياسي الكبير اللي بيتيح لك اجراء انتخابات بهذا الشكل. نعم. عايز اقول لك كمان ان الانتخابات دي الناس لازم نبقى منتبهين مع بعض انها ترجمه لحاله الانفتاح السياسي الحقيقي اللي حصل في مصر بعد الدعوه للحوار الوطني. يعني لولا الحوار الوطني وما جرى فيه، المناقشات اللي حصلت في مجلس الامناء ثم في الجلسات العامه ثم في الجلسات الخصوصيه، لقينا يعني عدد كبير جدا من المختلفين سياسيا والمختلفين فكريا بيجتمعوا على مائده واحده، صحيح بيجمعهم هدف واحد ان الكل بيعمل من اجل مصر لكن الرؤى مختلفه. صحيح. هذه الحاله اللي تبلورت في الحوار الوطني هي اللي مكنتنا انه يبقى عندنا هذا المشهد المتنوع والمتعدد في الانتخابات الرئاسيه. واللي كان مطلب رئيسي فيها لاشراف القضاء يا دكتور محمد. ده صحيح، يعني هو الحوار الوطني يا مكتب الحوار الوطني دفعت يعني ضروره وجود الاشراف القضائي لانه كان ده برضه هيبقى ثغره من الثغرات اللي بعض يعني بيستغلوها. فاذا كان هذا المشهد هو مكسبي، يعني مكسب المواطن المصري اللي تحمل خلال السنين اللي فاتت دي حاجات كتيره جدا، اذا كان ده مكسبك فالرساله الاساسيه انك لابد ان تحافظ على هذا المكسب. يعني لابد الا تفرط فيما هو ربح واضح ليك، وانا بتكلم بشكل براجماتي، يعني انا حتى هنا مش بتكلم عن واجبك تجاه وطنك ولا بتكلم عن حق الوطن عليك، ولكن انا بتكلم على حقك انت على نفسك وواجبك تجاه نفسك، انت حققت وتحملت ودفعت ثمن عشان اوصل لهذا المشهد الراقي الحقيقه، فلا بد من الحفاظ عليه. المشاركه هنا مش مشاركه عشان تختار رئيس بعيد، يعني تختار واحد من المرشحين ليكون رئيس، ولكن المشاركه هي تعزيز لهذه الحاله من الانفتاح السياسي، وتعزيز كمان للبلد اللي بتواجه خطر حقيقي على الحدود. احنا النهارده الحديث بيدور على قدم وساق، والاحداث بتسير في اتجاه تنفيذ سيناريو خطير جدا بيستهدف الامن القومي المصري. فوجودك في هذا المشهد واعلانك ليه يعني دعم هذا المشهد السياسي بيقول لا ان انت بلد واعي وانت مواطن واعي جدا وبتمارس حقك السياسي وبتقول رايك، خاصه ان كل مؤسسات الدوله بترعى حاجه واحده فقط، ان يصل الناخب الى صندوق الانتخابات ويصوت بصوته بما يريده. يعني صحيح. ما فيش عندنا لا اعلام الوقت بيوجه ليه مرشح بعينه ولا اعلام بيحاصر المواطنين بشيء معين. وشفنا اثناء الدعايه الانتخابيه دكتور محمد وقوف كل مؤسسات الدوله بشكل محايد ما بين المرشحين الاربعه على هذا المنصب الاسمى. لكن خليني اسال حضرتك هنا تحديدا، يعني كون حضرتك دكتور جامعي وايضا يعني كاتب صحفي، شايف ازاي زخم متابعه وسائل يعني الاعلام المحليه والدوليه للانتخابات في مصر؟ يعني خليني اقول لك مش المتابعه، يعني خليني اقول لك ازاي الاعلام نجح في الاختبار. يعني انت كان قدامك ناس بتتقول على الاعلام انه الاعلام منحاز. صحيح. طب فاذا به هذا الاعلام يتيح فرص للمرشحين يعني لحمله الرئيس عبد الحسيس طبعا والمرشحين، ويتيح الفرصه مش وقت، يعني يديله وقت بس، لا ده هو بيتكلم وبيقول اللي هو عايزه، بيظهر يعني رؤاه اللي فيه كتير منهم من الثلاث مرشحين عندهم رؤى مختلفه عن المسار السياسي اللي احنا مشينا فيه من 2013، وفي حاله من الزخم في مساله ابراز هذا الاختلاف. يعني هنا
انت اديت رسمت صوره مستقله لكل مرشح من المرشحين، يعني كل مرشح بقى معالمه واضحه لدرجه انه انا بقول دايما انه قبل الانتخابات الرئاسيه انت عندك ثلاثه من رؤساء الاحزاب المهمين كانت صحيح. المعرفه بيهم هي محصوره في المجال السياسي فقط، انت بتتكلم المعرفه انتقلت من المجال السياسي الى المجال العام، الناس كلها عارفه الثلاثه دول فهم يقدروا يبنوا، يعني اذا لم يعني في النهايه الانتخابات يكونوا صوره عامه عن المشهد بالظبط، لكن في ثلاثه هيبقوا موجودين مفروض ان هو يبني على الحاله اللي اتعملت واللي الاعلام الحقيقه كان الدور الاساسي فيها، ويمكن ده كان واضح، ناس كتيره جدا قبل الدعايه الانتخابيه ما كانوش يعرفوا المرشحين الثلاثه بما يكفي، يعني صحيح. حتى كان بعض الناس يسالوا لك دول مين جايين منين بيمثلوا ايه، فاذا بي الان قدام معرفه واضحه جدا، هذه المعرفه لابد من استغلالها بشكل كبير. فالاعلام الحقيقه هو يعني عنصر اساسي في انجاح هذا المشهد، وفي مش عايز اقول انجاحه بس وفي اثبات حقيقته يعني على الارض. صحيح. الاعلام يمكن في العالم مشغول شويه، يعني دايما انت راصد الاعلام مشغول شويه بالاحداث بتاعت غزه، وانا مش مع الراي اللي بيقول مثلا انه احداث غزه خدت زخم من الانتخابات الرئاسيه، بالعكس انا شايف انها يعني اضافت لهذه الانتخابات ثقل، لانه المصريين لما بيروحوا بيختاروا مش بيختاروا رئيس يدير الشأن الداخلي فقط، لا صحيح. هي كانت فرصة كمان لتعبير كل مرشح يا دكتور محمد عن رؤاه فيما يخص الملف الخارجي أيضا، وإزاي هيتعامل مع الملفات الخارجية والأزمات الخارجية اللي موجودة. يعني ده صحيح. نعم، يعني يمكن زي ما حضرتك ذكرت يعني هي مكتسبات كتيرة قدرنا ان احنا نحصل عليها خلال الفترة الماضية، يمكن اهمها الخطوات الجديدة والكتيرة اللي بتضاف للحياة السياسية والحزبية في مصر بان يكون عندنا ثلاثة او اربعة منافسين على مقعد هو الاسمى والارفع، وهو الاستحقاق الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024، ويبقى عندنا بنتكلم في حزب الوفد ومرشح مستقل كمان، ويكون عندنا الحزب المصري الديمقراطي والشعب الجمهوري، وده اللي بيعمل حاله من حالات التعدديه. بنشكر حضرتك الدكتور محمد الباز الكاتب الصحفي، شكرا على هذه المداخله، واعتقد كل دي رسائل هامه جدا وفي غايه من الاهميه، وبتكون بمثابه حافز لنزول الناس للمشاركه في هذا المشهد الانتخابي، واعتقد دورنا احنا كشباب، وهنا هتكلم بلسان الشباب لان انا يعني بنتمي لهذه الفئه تحديدا، لازم نكون لينا دور ودور فاعل مش بس في المشاركة، لأن مشاركتنا احنا كشباب احنا بنأمن مستقبلنا ومستقبل الأجيال اللي جاية كمان، وبنكون لينا دور فاعل في اتخاذ القرار وفي صنع المشهد السياسي خلال الفترة القادمة، ونقدر كمان نقول للرئيس القادم احنا كشباب وقفنا جنبك وكنا عاوزين يعني تكون بتمثلنا كشباب في هذا المنصب الأرفع في جمهورية مصر العربية، وعشان كده لازم تبص لمطالب هذه الشباب. ويمكن زي ما كان بيقول ضيفي الكريم منذ قليل ان بيكون في رصد لكل مرشح بعد ما يعني بتخلص العمليه الانتخابيه، وبيشوف اكثر الفئات اللي شاركت في الادلاء بصوتها ومطالب هذه الفئات، لان هو ده بيكون حق وواجب على السيد رئيس الجمهورية بعد أن يعني يتم تنصيبه بعد هذا المشهد والماراثون الانتخابي، أن هو يكون حقه أن هو يدي هذه الفئة متطلباتها اللي هي عاوزاها خلال الست سنوات القادمة. عشان كده مشاركتنا كلنا شباب سيدات رجال كبار سن هو أمر ضروري، ما ينفعش اللي احنا نكون قلبا وقالبا مع الدولة بنتضامن في المشهد الانتخابي واحنا قاعدين في البيت، لا، عشان تتضامن حضرتك انزل، الموضوع مش هيكلفك دقيقتين او ثلاثة، لان حسب التوزيع الجغرافي الخاص باللجان وقاعدة الناخبين هو بتكون اقرب لجنة خاصة بمقر اقامة او سكن حضرتك، فبالتالي في حالة من حالات التسهيل علشان تدلي بصوتك وتوصل صوتك كمان، بس مش داخليا لا للعالم كله، ان الرئيس القادم حينما يتخذ قرار في اكتر من 67 مليون مواطن خلفه وهم المواطنين المقيدين في قاعدة الانتخابات، بالاضافة طبعا لاجمالي عدد التعداد السكاني الخاص بجمهورية مصر العربية اللي بيتكلم دلوقتي في 110 مليون. خلونا نروح دلوقتي للكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق وعضو مجلس الشيوخ. مساء الخير يا استاذ عماد. مساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. يعني عاوز اعرف حضرتك بتتابع ازاي بقى عمليه الصمت الانتخابي وتدعو الناس ازاي ان هم ينزلوا ويشاركوا في هذا الماراثون الانتخابي؟
بطبيعه الحال بتابعها كمواطن وكصحفي، يعني مسؤول عن جورنال، بنحاول نغطي الانتخابات من كل الجوانب دون ان ننتهك القانون. نعم. ده جزء. الجزء الثاني كمواطن ايضا وكصحفي وكعضو مجلس الشيوخ، اتمنى انه كل مصري له حق التصويت ينزل ويشارك في هذا الانتخابات ويدني بصوته لمن يشاء. في اربع مرشحين، عليه ان يختار ما يشاء. المهم ينزل، لا يعني لا يستمح كثيرا لفكره انه الانتخابات محسومه لفلان او لا، ما ينفعش، لانه ده قد يؤثر بالفعل على نسبه المشاركه، ودي مساله مهمه جدا. الخروج الانتخابات المصريه بمشهد جيد ونسبه مشاركه عاليه، انا اظن ده دعم للدوله المصريه بشكل مهم جدا، خصوصا احنا قبل كده كنا بنتكلم على معركه انتخابيه في اطار مصر فقط لا غير. النهارده بنتكلم على صراع دولي كبير، صراع اقليمي فيه حريق كبير جدا على الحدود المصريه، خصوصا في الحدود الشرقيه مع فلسطين المحتله، اضافه الى حريق ممتد للاسف الشديد في ليبيا وفي السودان، وصراع طويل في المنتخبات مالها. كل ده كلما كانت الحمد لله مصر نجت الى حد كبير من غالبيه هذه الحرائق من 2011، لكن الحريق الناشب الان في غزه خطر، وخطر على القوم المصري، وهناك خطط اسرائيليه لم تعد في طي الكتمان تتربص بمصر وتحاول ان تسفر القضيه الفلسطينيه وتحل هذه القضيه العربيه في مصر. نجاح الانتخابات المصريه ونزول المصريين للمشاركه هو جزء مهم في تعزيز الامن القومي المصري وتعزيز دور الدوله المصريه، وهي رساله للعالم ان المصريين بيقفوا ضد هذه المخططات. وقد لا يوجد كثيرين علاقه بين الانتخابات وغزه. طبعا انا تقديري، انا كنت استمع الى ما قاله الدكتور محمد الباز، انا شايف انه طبعا موضوع غزه اثر الى حد ما على الانتخابات المصريه من ناحيه التركيز. مصر كلها مثل عدد كبير من الدول العربيه بدات تركز على غزه، تعاطفهم وتضامنا مع الاشقاء، وبالتالي خافوا. يمكن هو دكتور محمد الباز كان باصص لها استاذ عماد من منظور اخر، بان هي كانت فرصه حقيقيه، مش فكره اثرت، لا ده كانت فرصه حقيقيه للاربع مرشحين اللي هم يقولوا ازاي هيتعاطوا وازاي هيتعاملوا مع الملفات الخارجيه. من هذه الزاويه نعم اتفق معه تماما. وبالتالي هذه مناسبه مهمه وفرصه جيده ان احنا يعني زي ما احنا ناس نزلت تتظاهر دعما لغزه ودعما للدوله المصريه، انا اظن ان ده فرصه مهمه جدا ان يكون في اقبال كبير على الحضور وعلى المشاركه، لانه من المهم جدا تكون نسبه المشاركه كبيره. صحيح. حتى يعني خليني يا استاذ عماد نقف عند نقطه مهمه جدا حضرتك قلتها، من المهم ان تكون نسبه المشاركه كبيره. ليه؟ عاوزين نفسر دي للناس، لان في بعض الدعوات المسمومه زي ما بقول لحضرتك اللي انطلقت في الصمت او مع بدايه دخول الصمت الانتخابي بان هنزل ليه القرار محسوم، وفي بعض الناس انا مع الدوله قلبا وقالبا ولكن مش هنزل علشان خاطر نفس الفكره او هذه الفئة كنا بنطلق عليها في الماضي حزب الكنبة، اللي أنا مؤيد لقرارات الدولة ولكن مش هنزل. والناس دي بنلاقيها أول ناس بتنزل، عشان نكون منصفين، وقت ما بيكون في خطر حقيقي بيواجه البلد، وأعتقد لنا في ذلك عبر وشفنا سيناريوهات كتيرة كانت الناس دي لولاهم ما كانتش مصر وصلت للأمن والاستقرار اللي احنا موجودين فيه النهاردة. ترد عليهم بيه؟ نعم. الرد بسيط. أنا يعني هستعير جزء مقولة للمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بيقول انه الناس او الفكرة القائلة بانه الرئيس عبد الفتاح السيسي فايز في كل الاحوال، دي دعاية سلبية شديدة الخطورة، لانها تؤدي الى عدد كبير جدا يقعد في بيته فبالتالي مش هينزل، فبالتالي تكون نسبة المشاركة ضعيفة. طبعا قانونا الفائز بالانتخابات حتى لو فايز بنص في المية او باقل عدد من الاصوات، لكن هي قانونية وسليمة من الناحية القانونية. صحيح. تماما، ولا يمكن 50% زائد واحد ممن أدلوا بأصواته بالضبط. لكن احنا هنا بنتكلم على مزيد من الشرعية السياسية للفائز ومزيد من الشرعية الشعبية، مش لمصر بس، لا موجهة للخارج. ان في شعب، غالبية الشعب بيقف ورا الدولة المصرية بغض النظر، هنا لا اتحدث عن مين الفائز، انه هذا المنصب الشعب اقبل على الصناديق، وبالتالي كلما زادت نسبه الحضور كلما كان ذلك مزيد من القوه والتحصين
للدوله المصريه ولا ولمؤسسه الرئاسه في وجه قوه كثيره جدا لا تخفي نواياها السيئه تجاه مصر. صحيح. بنشكر حضرتك الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الاستاذ عماد الدين حسين، شكرا لحضرتك على هذه المداخله. ويمكن في رساله هامه جدا لازم احنا نحطها وننظر لها باعين من الاعتبار، بان نزول ومشاركه المصريين بكثافه في هذا الاستحقاق هي رساله للخارج قبل الداخل، رساله للخارج بتقول ان الرئيس اللي موجود حاليا هو رئيس اتى باراده المصريين ويقف برجل او يقف على رجل ثابته امام العالم اجمع في اتخاذ ما يراه مناسب في كافه الملفات الدوليه والخارجيه والعلاقات الخاصه بمصر والدول الاخرى. واعتقد هو ده الاهميه الكبيره من نزول الناس للمشاركه في هذا الماراثون الانتخابي، طبعا بالاضافه للمكتسبات الداخليه بان الصوت اللي بينزل هو بيكون لحقيه وليه كمان يعني اهميه عند الرئيس القادم بتنفيذ السياسات اللي هو من اجلها نزل واختار هذا الشخص. عشان كده لازم كلنا ننزل ونشارك، لازم نكون حريصين وغيورين على هذا الوطن، لان احنا خلال 10 سنوات اعتقد في نظرة كده سريعة كنا موجودين فين وكلنا نعلم كنا فين من 10 سنوات، والتحديات اللي كانت بتواجه مصر واللي كان بيخطط لمصر تبقى عاملة ازاي، واعتقد شفنا ده كلنا في دول الجوار وازاي تم تقسيمها وازاي تم يعني نقدر نقول تعزيز الصراعات الداخلية فيها علشان تكون هذه الدول ليست فاعلة وليست مؤثرة في المشهد الدولي. هو ده اللي كان الهدف الرئيسي لمصر من الخارج ومن المخططات الخارجية، لكن لولا إرادة المولى عز وجل طبعا وإرادة المصريين أنفسهم وتكاتفهم ما كنا ننعم الآن بالأمن والأمان والاستقرار. وعشان كده حرصا وتعزيزا لهذا الأمن والأمان والاستقرار لازم كلنا ننزل ونشارك، لازم كلنا نقول رأينا، اختار اللي تختاره، محدش بيقولك اختار مين. احنا في صمت انتخابي، لابد من خلال يعني فترة الصمت الانتخابي اليومين دول اللي انت تقعد مع نفسك، واعتقد خلال الأيام الماضية كان في دعاية كافية للأربع مرشحين وكل مرشح عرض اللي هيقوم بيه في الملف الاقتصادي، اللي هيقوم بيه في الملف الأمني، اللي هيقوم بيه أيضا في ملف السياسة الخارجية والملف الاجتماعي. ودي فرصة حقيقية اللي انت تقدر النهاردة تراجع نفسك وتشوف من يصلح لقيادة جمهورية مصر العربية العظيمة خلال ال6 سنوات القادمة. لسه مستمرين في تغطيتنا في الحياة اليوم، ولكن فاصل ونرجع ونكمل معكم بالكلام. انزل وشارك عشان خاطر بلدنا وحط صوتك. انزل وقول كلمتك عشان خاطر بلدك. ما تكسلش في اليوم ده، انزل عشان خاطر ولادنا وعشان خاطر البلد. لازم تنزل عشان مستقبل افضل. انزل وشارك، صوتك امانه. 10 و11 و12 املوا اللجان، ادي صوتك زي ما انت عايز. انزل وشارك من اجل بلدك، من اجل حياه، من اجل استقرار، من اجل استمرار، من اجل حياه جديده وجمهوريه جديده. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. لسه الحديث مستمر معاكم عن الحدث الأبرز وهو الانتخابات الرئاسية 2024 اللي في الحقيقة بتشارك فيه جهات عديدة في المتابعة أو الرصد الإعلامي والجهات الإعلامية سواء كانت محلية أو أيضا دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية. من بين هذه الجهات بنتكلم على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية. الحقيقة إن دور منظمات المجتمع المدني في متابعة مستجدات العملية الانتخابية من أهم الأدوار، وده نظرا لنص المادة 38 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في مصر، واللي بينص على أن هي بتقوم منظمات المجتمع المدني المصرح ليها طبعا من الهيئة الوطنية للانتخابات بموافاة الأمانة
العامة خلال 15 يوم من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب بتقرير موثق عن مشاهدتها ومتابعتها وما تقترحه من رأي وتوصيات. وكمان من هذا المنطلق بنتواصل بفقرتنا النهاردة مع ضيفنا العزيز الأستاذ علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ علاء. أهلا بحضرتك أستاذ علاء. يعني كمنظمة حاصلة على تصريح لمتابعة العملية الانتخابية، استعداداتكم إيه للماراثون الانتخابي المفترض هينطلق يوم الأحد؟ إحنا بالمصادفة دي التجربة رقم 40 في متابعة ومراقبة الانتخابات في البلدان العربية، وبتتزامن بالصدفة، يعني ده آخر ربع قرن، لكن بتتزامن بالصدفة مع العيد 40 لتأسيس المنظمة في 12/12. كل سنة وأنت طيب. يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله وأنت طيب. طبعًا إحنا المنظمة. متابعة العملية الانتخابية. طبعًا. لانه احنا كمان من ضمن تركيزنا مهم جدا فكره تعزيز الحق في المشاركه وحمايه الحق في المشاركه بالاساس، والحق في المشاركه في اداره الشؤون العامه بيشمل كل مناحي الحياه تقريبا، وعلى راسها طبعا الحياه السياسيه بافراعها المختلفه. احنا في الحقيقه في الاطار دوت واهتمام مننا بهذه التجربه المهمه واللي فاهمين انها بتمثل شيء مهم في مصر، خاصه وانه اباء المنظمه المؤسسين من 16 دوله عربيه اختاروا القاهره تكون عاصمه او مقر رئيسي للمنظمه سنه 83 البدايه خالص، لان هم قدروا تاثير كل تقدم ايجابي بيحصل في مصر على المنطقه كلها. احنا في ادراكا للوضع القائم والتطورات والبيئه الاقليميه المضطربه وما الى ذلك، شايفين ان مهم جدا العمليه الانتخابيه في مصر باختلاف استحقاقاتها الرئاسيه البرلمانيه البلديه المتوقعه ان شاء الله بشكل قريب، وانطلاقا من اهميه ذلك احنا شكلنا فريق نوعي جدا هذه المره. حضرتك تقول لي 40 متابعه واقف عند الرقم ده. ايه المختلف من خلال رصدكم لل 40 متابعه دول لما يحدث في مصر تحديدا، كمان وان كانت الانتخابات التعدديه بدات في مصر في 2005، شايف النهارده انتخابات 2024 ايه المختلف فيها؟ احنا مختلف فيها طبعا لان احنا بنتكلم النهارده على بعد مرور تقريبا 12 سنه من حاله اضطراب كامل في المنطقه، أثرت على كتير من بلدان المنطقة وفي أزمات كبرى في المنطقة أيضا، وفي وسط ده بيعمل تأثيرات سلبية جدا على التقدم في كل حقوق الإنسان في الحياة الديمقراطية فيما إلى ذلك. عشان كده من المهم جدا البلدان اللي فيها حالة استقرار وقادرة على إنها تاخد هذه التجارب المهمة بتقدم نموذج مهم، لما يكون ده كمان مصر اللي هي الدولة القائدة وتأثير قوتها الناعمة على المنطقة كلها بيكون ده أمر مهم. من هنا احنا المره دي عملنا، يعني احنا تابعنا بالمناسبه انتخابات 2018 الرئاسيه، انتخابات 2020 البرلمانيه قبل كده، وتابعنا طبعا انتخابات كان 2011 البرلمانيه، 2005 بالمناسبه ايضا تابعناها، ده فيما يتعلق بمصر، والبرلمانيه اعتقد كمان سنه 2005 ايضا تابعناها. احنا بندي هذه الموضوع بنعتبره ليها مذاق خاص هذه المره، ليه؟ لان في وسط الازمات الكبرى اللي بتصعد على حوالين الاقليم في المحيط الاقليمي بنشوف انه التجربه الانتخابيه، التجارب الانتخابيه والممارسه الديمقراطيه اللي بتتم في عدد الدول العربيه اللي فيها استقرار هو امر مهم جدا جدا، ممكن يساعد في التقدم في وسط هذه الظروف الصعبه بشكل كبير. من هنا احنا شكلنا فريق هذه المره اوسع نسبيا، احنا دايما بحكم عملنا كمنظمه دوليه، واحنا بالمناسبه المنظمه الاولى اللي حصلت في ترخيص بين المنظمات الدوليه من الهيئه الوطنيه للانتخابات في هذه الانتخابات، بحكم تكويننا الجغرافي الواسع جدا على مستوى المنطقه وفروعنا ايضا اللي في اوروبا ايضا. فشكلنا فريق من اهم قيادات المنظمات العضوه والافرع في تلك الدول، من الخبراء والاسماء الكبرى في مجال حقوق الانسان على مستوى العالمي حتى يعني. وهم موجودين معانا اصحاب خبره تليده جدا في التجارب الانتخابيه المختلفه مع المنظمه في 13 دوله في 40 تجربه، او حتى مع غيرها من المؤسسات الاخرى المحليه والدوليه في تلك الدول. وهذا الفريق هيكون النهارده كمان بيشوف عينة اوسع نسبيا مما ممكن نكون مارسناه قبل كده، يعني عاده بحكم الدور الدولي والدور الاقليمي فاحنا لما بنروح بلد معين بنحاول نختار عينه معبره فيها التنوع الكافي من ناحيه جغرافيه، من ناحيه الحضر والريف والمناطق الاطراف وما الى ذلك. فوسعنا هذه العينه هذه المره لكي تشمل بدل من 8 محافظات اخر مره 15 محافظه هذه المره. عندنا 38 متابع وصلوا بالفعل موجودين في القاهرة حاليا، وصلوا اليوم اكتمل النصاب، بكرة إن شاء الله حتى كمان في اجتماع تحضيري مهم جدا، وفي أيضا مؤتمر صحفي الساعة 4 عصرا في مقر المنظمة حوالين مجريات العملية الانتخابية، وفجر يوم العاشر إن شاء الله اللي هو أيضا يعني يوم العالمي لحقوق الإنسان هيكون عندنا 5 فرق بتوزع على 5 أقاليم، إقليم القاهرة الكبرى وده هيكون في فريق واسع بينقسم لـ3 فرق بيتحركوا في المنطقة،
في اقليم قناه السويس، هيكون بيزوروا ثلاث محافظات، اسماعيليه والسويس وبورسعيد، اقليم شرق الدلتا ده هيشوف محافظات الشرقيه والاهليه ودمياط، اقليم غرب الدلتا هيزور محافظات المنوفيه والغربيه والاسكندريه، اقليم الصعيد هيزور محافظات الفيوم والمنيا بني سويف. الى جانب طبعا ان احنا في عضويه فرديه عندنا رغم ان احنا عضويتنا عضويه مؤسسات ايضا اصلا، انما في عضويه فرديه موجوده في بعض المحافظات المصريه ايضا من محامين وقضاة صادقين وحتى مشرعين وما الى ذلك. احنا بنستعين بهم ايضا في عمليات امدادنا بالمعلومات، في غرفه عمليات مركزيه هتكون موجوده في القاره المنظمه بتشتغل على مدار الساعه، وبتشتغل عمليه من يوم 30 نوفمبر الماضي، وعمل التنسيق مع عدد من المتابعين بتوعنا في الخارج لمتابعه مغريات التصويت في الخارج، وقدمت بعض التقييمات الاوليه المهمه جدا في هذا الموضوع، وشافت انها كانت مبشره بالخير وايجابيه، ويمكن نسبه الاقبال المره دي متوقع طبقا للعينه اللي هي تم متابعتها هتكون اعلى من الانتخابات الماضيه بالمناسبه. انما طبعا كان كمان عندنا توصيه مهمه جدا انه تطبيق نظام التصويت الالكتروني للمصريين في الخارج امر مهم جدا، ممكن يرفع معدلات المشاركه على الاقل 500% اذا تطبق، لانه بعض البلدان انت عارف مترامية الاطراف، يعني لو الجاليه المصريه الضخمه في كندا او الولايات المتحده او حتى في المملكه العربيه السعوديه ان هم يروحوا مدينتين او ثلاثه او اربعه او خمسه في مثلا صعبه، كمان بتكون موجوده في مقر السفاره او في القنصليه، بعضهم بيضطر يسافر جوا الاف الكيلومترات، بعضهم بيضطر يسافر برا مئات الكيلومترات، فلو التصويت الالكتروني بالتاكيد هيرفع هذا المعدل بشكل كبير جدا، نتوقع 500% على الاقل كمان. فان شاء الله في الفترات الجايه في الانتخابات الجايه يكون عندنا هذا النظام. في هذه الانتخابات في الحقيقه احنا شايفين الامور ماشيه بشكل سوي جدا وموضوعي ومعياري ايضا. يعني عندنا الهيئه الوطنيه للانتخابات في تجربه مهمه من تجاربها منذ تاسيسها في 2017، عندنا الانتخابات الرئاسيه في 18، التعديلات الدستوريه في 19، الانتخابات البرلمانيه المجلسين الشيوخ والنواب في 2020. النهارده بقت مؤسسه راسخه، ثم هي مؤسسه دستوريه عندها ولايه وعندها استقلال بموجب الدستور والقانون، تبسط يعني على يدها على كل مجريات العمليه الانتخابيه، هي صاحبه الكلمه الاولى والاخيره في هذا الموضوع، وده معناه انه دايما مع تطور التجارب كمان بتزداد فكره الخبره والمعرفه والدرايه والقدره على التعامل مع المسائل وعلى وضع نظام افضل. عشان كده يمكن احنا بنشوف النهارده ما فيش عندنا مجال مثلا لكلام عن شكاوى وخلقات. استاذ علاء، يمكن حضرتك في كلامك وسردك لدوركم قلت اول حاجه دوركم هو تعزيز المشاركه في العمليه الانتخابيه. أكيد. ازاي بتعززوا المشاركه في العمليه الانتخابيه؟ ويمكن دايما لما بتقعد مع اي حد كده، خلينا نتكلم لو قعدت على قهوه، بتلاقي دايما الناس تقول لك طب هو انا انزل ليه؟ كلام محسوم وانا صوتي ملوش لازمه، ترد على الناس دي تقولها ايه؟ هو في الحقيقه احنا الاول مهمتنا تتعلق بانه اذا كان في نظام انتخابي صحيح ومتكامل وعادل، ده معناه انه هنا تطبق يعني تم تطبيق الحق في المشاركه، توفر مقوماته بالفعل والاكسس والوصول بتاعه موجود، وبالتالي هو يبقى انطبق بغض النظر عن معدلات المشاركه. لكن طبعا بكل تاكيد معدلات الاقبال مهمه جدا، يعني احنا حتى بنقول في بعض البلدان اللي ممكن ما اكتملش فيها التجربه الديمقراطيه، نقول ان الاقبال الشعبي هو الضمانه الوحيده لنزاهه وعداله اي عمليه انتخابيه، كلما تزايد الاقبال كلما كان ده افضل. الشيء الاخر هو النهارده في الحقيقه احنا دايما بنشير للناس، وحتى في اطار برامج تثقيف وتوعيه كبيره بنعملها على مستوى العديد من البلدان العربيه ومنها مصر بالمناسبه، وعلى مستوى اقاليم حتى جغرافيه، بنشد على فكره طيب في اهتمام كبير جدا بانتخابات مثلا في رأس السلطه، لكن ما فيش اهتمام بتشوفه بنفس النسبه ونفس الدرجه فيما يتعلق بالمشرعين بالبرلمانيين يعني. وبنقول لهم دايما ان دي مشكله حقيقيه بتولد بعد كده مشاكل اخرى، لما يكونش في اقبال مناسب بالتالي بيكون في حاله عدم رضا عن الممثلين تم اختيارهم، وبيكون بعد كده في نوع من الانتقادات، في حين المسؤوليه الاولى والاخيره تقع على عاتق الناخب بالاساس. احنا عندنا ميزه كبيره جدا هنا في مصر، خلي بالك انه ايه، يعني احنا لما نقول والله ان نسبه الاقبال بتكون فوق 30% الى 40% او اكثر، ده نسبه عظيمه جدا. ليه؟ النقطه اللي محتاجين ناخد بالنا منها ان مش كل الدول العالم يتوفر فيها فكره انه كل واحد كمل 18 سنه له حق الانتخاب بدون تسجيل في قاعده الناخبين، هو اصبح ناخب بمجرد ما كمل 18 سنه في ميعاد اعلان بدايه الحمله الانتخابيه. فعشان كده هنلاقي في مصر ان احنا بنتكلم على تقريبا وصلنا قريب 70 مليون ناخب. اللي هم كل المواطنين 18 سنه طالعين، ما عدا بضع مئات ممكن يبقوا محرومين من الحقوق السياسيه بموجب يعني احكام قضائيه وما الى ذلك وكده وبتاع، وجرائم امن دوله وجرائم ارهاب وجرائم ما الى ذلك. فيما عدا بضع المئات دول عندنا 70 مليون تقريبا. فاحنا بنتكلم على رقم ضخم جدا، لما بنتكلم عن مشاركه 30% 40% فاحنا بنتكلم على رقم كبير مش رقم بسيط، يعني 30% 40% دول ممكن يكونوا في سياق اخر
اللي بيتم فيه عشان تبقى ناخب بتروح تعمل اجراءات تسجيل عشان تسجل وتاخد بطاقه خاصه بالانتخابات وما الى ذلك، ممكن يبقى ال 30% دول اكتر كتير جدا من 70% البلاد الاخرى. فهناخد بالنا بالاعتبار ده مهم جدا عشان ما نحسش ان احنا ايه قليلين. او يمكن زمان كان الناخب بيتحمل مشقه التسجيل في يعني الهيئه الوطنيه للانتخابات، كان غير ممكن بالظبط، وياخد البطاقه ويدخل يعني كان كل ده عبء بيقع على كاهل اي ناخب عشان يبني بصوته، ويمكن كان هنا بيريح دماغه انا اللي يخليني انزل والف علشان اطلع في الاخر تصريح يديني حقي. لا وبعدين كمان بيشرف على العمليه الانتخابيه، وده اللي مؤسسات الدوله رفعته عن كاهل اي ناخب. ما كانش في سلطه مستقله تشرف على العمليه الانتخابيه كمان، يعني ده كان عنصر بيهز ثقه الناخب في ان هو يروح يتوجه لتسجيل القائد في تسجيل في بعض قاعده بيانات الناخبين، او في ان هو يروح ينتخب اصلا حتى لو معاه هذه البطاقه. فهنا لا، عوامل الثقه الحمد لله متوفره بشكل جيد. فهو اتصور لا النسب، انا متوقعات عندي اخرى بالحقيقه، انا توقعات الشخصيه توقعات مختلفه شويه عن كتير من المراقبين. انا متوقع ان في نسب مشاركه هتبقى اعلى من التقليدي او متصور وحتى مما سبق. ليه؟ لانه طبعا احنا متوقع، لان فكره التوقع دي بتدي طمانينه للمشاهد فيقول لك بس ده في، عارف انت ليه التصويت يعني بالوكاله، ده في غيري هينزل يدلي بصوته وهيقول رايي، فانا بالتالي خلاص انا مطمئن ان صوته وصل. لا لا طبعا احنا بنحس كل الناس انها تشارك كل حاجه، انما هو في الحقيقه انا شايف ان في حاله التحام وطني كبيره جدا خلف يعني الدوله المصريه بشكل عام بغض النظر عن فكره المرشحين، فيما يتعلق بفكرة الوضع الراهن في غزة والتهديد الإقليمي والطلب الإقليمي الواسع اللي حاصل والمخاطر الكبيرة. هذا الالتحام بتصور أنه هو يعكس نفسه في الأداء في الشارع، وبتصور أن كل حد عنده فرصة وعنده وقت يروح ينتخب فيها هيعمل هذا الكلام بدون تردد يعني. أنا بتصور أن ده دافع قوي جدا للناس، خاصة لما تشعر بالتهديدات الموجودة على المستوى الإقليمي، تشعر بمخططات في المستقبل مريبة وغريبة، ما بقتش النهاردة يعني حتى تخجل من انها تكشف عن نفسها، يعني بالعكس بقت النهارده مكشوفه امام الجميع. فبتصور لا هيكون عندنا يعني عامل كبير ومشاركه كبيره، وانا يا سيدي كمان بدعو كل الناس انها تشارك لانه ده مساله مهمه جدا جدا. وبتصور كمان انه التجربه الديمقراطيه اصلها ايه؟ هي مبنيه على فكره التراكم في الممارسه. فالنهارده انا لو انا بتكلم على ان انا امل في تطور هذه التجربه وامل في تطور العمليه السياسيه برمتها، فبالتالي بفكر في ايه؟ المشاركه بتاعتي هي العامل الاساسي، بدون مشاركه بتاعتي مفيش مجال لاي شيء. صحيح. فبالتالي الرهان الاساسي على كده. وبعدين كمان الشيء الاخر، احنا مجتمع شاب كويس، فالشباب ده بنتكلم فكر في المستقبل، فاحنا كنا بنواجه احيانا بعض الناس اللي ممكن تطرح تساؤلات سلبيه بهذا الشكل، فدايما بنقول لهم يعني انت فكر في ان انت صاحب قرار، انت صاحب القرار، القرار في ايدك، فلما ما تسحبوش انت على الترابيزه عشان ما تسحبش منك على الترابيزه بعدين، لو سحبته النهارده على الترابيزه هيتسحب من على الترابيزه بعدين. فده امر مهم. ده شيء بعتقد ان هو يعني انا متفائل كالعاده كويس، وشايف ان احنا يعني ان شاء الله كمان بتوقع ان احنا خلال العام القادم في ضوء ما نصت عليه استراتيجيه وطنيه لحقوق الانسان، وفي ضوء ما مخرجات الحوار الوطني ايضا، احنا بنتكلم على قانون انتخابات مجالس محليه وفي اجل قريب اللي هو 24 ان شاء الله، فاحنا بنتكلم كمان على انه ده هيعمل فارق كبير جدا، لانه من شانه ان يجدد دماء الحياه السياسيه في مصر. احنا بنتكلم على 50% من المقاعد هي قد تكون 54,000 او اكثر هيكونوا من الشباب والنساء. صحيح. ده معناه ضخ دماء جديده للحياه السياسيه، ده من شانه انه يساعد بشكل كبير جدا في تحقيق الغايات اللي احنا بنتكلم عنها من تطور الحياه السياسيه. واعتقد ان ضخ دماء شبابيه في يعني الجهات التنفيذيه وفي ايضا الجهات التشريعيه ده عامل مؤثر جداً. بيخلي من حق المصريين كلهم الشباب، هنا بقى بتكلم على فئه الشباب تحديدا، النزول والمشاركه، لما تأكيد. يلاقي ان النهارده الشباب موجودين في دولاب الدوله التنفيذي انزل اشارك، يمكن يصب الدور احد هؤلاء الناخبين النهارده ان هو بكره يبقى تنفيذي او تشريعي، فبالتالي هو شايف دماء جديده بتضخ في شرايين الدوله، فليه ما انزلش واقول صوتي واعبر عن ارادتي الحره في اختيار اللي بيمثلني للست سنوات القادمه. ده بالتاكيد. وبعدين اتس ماتر اوف تايم، يعني احنا بعد كام سنه هيكون الشباب هم الموجودين على راس كل المواقع الجديده اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، شباب اليوم هم قاده المستقبل بالطبيعه. وبتصور كمان انه يعني بخلاف الدافع العام اللي انا قلته ده، في دوافع اخرى متعلقه بفكره ان انا بامن حقي في المشاركه وبامن حقي في المستقبل ايضا، لان انا لما اكون يعني مش ممكن انا فكره ان انا اطلب بضاعه من غير ما ادفع ثمنها كويس، فانا دفع الثمن، الثمن هنا بسيط جدا وتافه جدا وجميل جدا، هو مساله المشاركه. صحيح. وبتصور ان احنا هنشوف كمان مشاهد ايجابيه جدا جدا على مستوى فكره، احنا ابتدينا نشوف ده بيحصل في المشاركه في الخارج اللي هي فكره اصطحاب الاطفال
اثناء ممارسه الحق الانتخابي والتصويت. تعزيز المواطن انا بتصور ان ده امر مهم. ده على فكره بيحصل في اغلب دول العالم، تبني التهج الديمقراطي المبكر، لانه ده من شانه انه يرسخ فكره التوعيه باهميه المشاركه واهميه الصوت بتاع الناخب في المستقبل. واللي هو حتى النهارده انت لو بتفكر مثلا في ان لا ده ناقص تطور، ده انا لسه محتاج حاجه، ده هيتحقق من خلال المشاركه. يعني اعتقد الدوله يعني وفرت كل الامور الخاصه بتهيئه مناخ مناسب لادلاء الناخب بصوته بسهوله ويسر، وتامين ايضا صوت الناخب، ويبقى ادلاء الناخب بصوته والتعبير عن ارادته، وتبقى ايضا مهمه ثقيله على حضراتكم خلال الثلاث ايام بدءا من يوم الاحد ليوم الثلاث في متابعه مجريات العمليه الانتخابيه في 27 محافظه. يعني كان الله في العون وفي فريق المنظمه العربيه لحقوق الانسان في متابعه ورصد العمليه الانتخابيه داخل مصر. بشكر حضرتك الاستاذ علاء شلبي رئيس مجلس امناء المنظمه العربيه لحقوق الانسان، شكرا لكم. مشاهدينا اعتقد يعني اللي احنا بنسمعه النهارده بيقول ان احنا بنعيش في مناخ ديمقراطي، مناخ ما كانش هنوصل له النهارده الا بسنوات من التعب والتاسيس والترسيخ لحق كل مصري في حقه الدستوري اللي بيكفله ليه الدستور في الادلاء بصوته والتعبير عن ارادته، في اختيار الشخص المناسب للتعبير عن صوته داخليا وخارجيا. لسه مستمرين مع حضراتكم في الحياه اليوم، لكن فاصل ونرجع ونكمل معاكم بقيه الكلام. مرحبا بحضراتكم مرة تانية في الحياة اليوم، ودايما لغة الأرقام بيكون ليها دلالات هامة جدا في أي مشهد سواء كان اقتصادي أو اجتماعي أو حتى سياسي. وإن كان هحط هنا 10 خطوط تحت السياسة، لأن السياسة بتكون مرآة بتعكس الاقتصاد وتعكس أيضا الظروف الاجتماعية والاستثمارية لأي بلد. عشان كده لازم بيكون في اهتمام بالأمور السياسية في أي دولة بتسعى إن هي تكون في مصاف الدول المتقدمة. لو هنتكلم بلغة الأرقام اللي خرجت من الهيئة الوطنية للانتخابات، فبنتكلم على 24 سفارة و220 متابع من المنظمات الدولية، وأكثر من 115 وسيلة إعلامية وصحيفة دولية حصلت من الهيئة الوطنية للانتخابات على تصاريح. التصاريح دي لمتابعة العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024 اللي هتنطلق خلاص بنتكلم في أقل من 48 ساعة، والأعداد دي بتكشف وجود اهتمام عالمي بالمشهد الانتخابي والديمقراطي لمصر، وكمان اختيار المصريين لرئيسهم القادم اللي هيقود البلد لمدة 6 سنوات. خلوني أرحب بضيفي الكريم في هذه الفقرة، هو الأستاذ محمد مرعي مدير المرصد الخاص بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك أستاذ محمد. أستاذ أحمد وعلى كل السادة المشاهدين، إزي حضرتك؟ الحمد لله تمام. أستاذ محمد، يمكن بنتكلم على دلالات الأرقام. أنا اتكلمت على أرقام خاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات، انعكاس الأرقام دي على المشهد الانتخابي لما الاقي فيه إقبال وفي زخم من وسائل الإعلام سواء كانت محلية أو دولية، ونأكد هنا على الدولية، منظمات مجتمع مدني في حرصها على متابعة وليس رقابة متابعة العملية الانتخابية في مصر، شايف ده؟ خلينا ممكن نفسر الأرقام بشكل أوسع شوية. بنتكلم 24 سفارة، هيبقى في اعتقد 76 67 دبلوماسي هيكون معنيين بمتابعه هذا السباق. وسائل اعلام بتتكلم عن 109 وسيله اعلام اجنبيه، طبعا يعني سواء قنوات او صحف. صحيح. بتتكلم يندرج طبعا تحتها اكثر من 500 صحفي ومراسل. بتتكلم حتى المنظمات المجتمع المدني والاهل المعنيه بمتابعه هذا السباق الانتخابي الهام. بنتكلم هنا عندنا 62 جمعية ومنظمة مصرية يعني داخلية، بنتكلم على 14 منظمة دولية، بنتكلم حتى على هيئات إقليمية ودولية، زي بنتكلم عن جامعة الدول العربية، البرلمان العربي، بتتكلم عن المفوضية الإفريقية. الاهتمام، خلينا نقول الاهتمام الدولي بشكل ما بهذا السباق الانتخابي ده يرجع لان على منظمات تقيله ولا تقيله كمان. انت بترجع هنا لفكره يعني ماهيه الدوله دي نفسها اللي بتشهد هذا السباق الانتخابي. فكره مصر بترجع لاهميه مصر في للاقليم والعالم بالظبط. فكل ما تشهده مصر من اي تطورات سياسيه او اي
تفاعلات ما بالتأكيد بتشهد أو بتلقى اهتمام من الإعلام الدولي، بتشهد اهتمام من الإعلام الإقليمي، بتشهد اهتمام حتى من صناع القرار في كل الدول العالم. فده يرجع لأهمية الدولة نفسها، يعني مصر هي أهم، يعني هي أهم دولة عربية، هي القوى الإقليمية المعنية بشكل أساسي باستقرار و وأمن هذه المنطقة أو تحقيق السلام في الشرق الأوسط. ففي يعني هذا الاهتمام يرجع لأهمية الدولة نفسها. صحيح. مصر هي الأكبر على مستوى السكان، مصر هي القوة العسكرية يعني الأقوى عربيا وحتى في الشرق الأوسط. فهذا يفسر يعني مدى الاهتمام الدولي بهذا السباق. هذا السباق أيضا يرتبط بمجموع أو يعني بنتكلم برضو على فكرة الاهتمام. ليه برضو الاهتمام؟ احنا بنتكلم مصر على مدى، بنتكلم على 2011 ل 2023. خلينا أسألك سؤال بلسان حال المواطن المصري البسيط. هو متابعة الجهات الدبلوماسية لمجريات الانتخابات في مصر، ده بيعد تدخل في شؤون الدول الداخليه وسيادتها؟ خليه، لا بالعكس بالعكس، انت في النهايه انا بقول، انا اعتقد من هنا الحرص على التفرقه ما بين المتابعة، هو لا يتدخل والرقابه، هو لا يراقب عموما يعني. مصر في النهايه هي جزء من المجتمع الدولي. مصر الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية مصر موقعة عليها، يعني مصر مش منعزلة عن العالم. والاهتمام حتى من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الدولة المصرية لفكرة وجود هذا الكم الهائل من المنظمات الحقوقية وجميع هذه وسائل الإعلام هو ضمان حتى للشفافية والنزاهة في هذا السباق الانتخابي. يعني معناها أننا يعني هناك تفاعل سياسي هام في مصر. الاستحقاق الرئاسي هو أهم، يعني أهم استحقاق انتخابي يعني في أي دولة عموما، وأهم منصب في مصر هو منصب رئيس الجمهورية. فبالتالي إن هو ليس لدينا ما نخفيه في مصر، أو يعني فكرة إن أنت بتقول سياق الانتخابات بيسير بشكل طبيعي. هناك متابعة من المنظمات الإقليمية والدولية، هناك رقابة متابعة من الإعلام الداخلي، من الإعلام الإقليمي، من المنظمات الإقليمية، من المنظمات الدولية، هناك متابعين من مجموعة من السفارات الأجنبية الموجودة في مصر لمتابعة. يعني أنت برضو محتاج هنا، ده جزء منه كمان، يعني الصورة اللي انت بتقدمها كمان للعالم، يعني ان احنا مجتمع طبيعي، المجتمع فيه حيوية. صحيح. عندك انتخابات، في استقلالية كبيرة للهيئة الوطنية للانتخابات، في اشراف قضائي عليها، في تنوع المرشحين، عندك 4 مرشحين من مرشح مستقل وثلاث مرشحين تابعين لأحزاب سياسية موجودة بتسعى ان من هذا السباق الى ان يعني تزيد وتعزز من تواجدها يعني السياسي. في سواء كان حزب الشعب الجمهوري رئيسه ممثل في السيد المرشح حازم عمر، بنتكلم في حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والوفد، بنتكلم في المرشح فريد زهران، وايضا حزب الوفد وما له من تاريخ عريق لدى يعني الحزب والمصريين كمان، السيد المرشح عبد السند يمامة. بنتكلم على السيد المرشح عبد الفتاح السيسي وهو مستقل. فنحن بنتكلم ما بين الاستقلال وبنتكلم ما بين الاحزاب المختلفه الهوى وجميع اطياف لون السياسه المنعكسه على هذه المرشحين او هؤلاء المرشحين. دي ميزه برضه في هذا السباق، يعني انا بقول ان هو اهميه السباق ده برضه داخل في اطار انت بتعزز من دور الاحزاب. يعني حزب الشعب الجمهوري اللي بيمثله فيه ليه مرشح ان هو السيد حازم عمر، ليه اكتر من اعتقد 48 عضو في مجلس النواب وشو. ده كمان ده تاني اكبر الاحزاب في مجلس، يعني هو يامل يعني حزب الشعب الجمهوري من خلال الدفع بمرشح لهذا السباق يسعى لتسويق برنامجه، ان لديه مرشح يسعى ان بالتاكيد اي مرشح في النهايه يامل ان يفوز بهذا السباق، بس بتكون هناك اهداف تانية اهم بالنسبه لاي حزب سياسي. اي حزب سياسي من حقه ان يعني يسعى للوصول الى السلطه، الى منصب الرئاسه او تشكيل الحكومه. اي حزب سياسي بيسعى ايضا، وهذا هو الاهم، لتوسيع قاعدته الجماهيريه. هنا استاذ محمد مرعي، في فكره ان نزول الشعب بالملايين في ثورتين، نتكلم هنا على ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو،
هل ده كان زرع ثمره يجنون نتائجها الان بوجود اربعه مرشحين؟ اجابه حضرتك هنا هتكون مهمه ليا، علشان احنا هنا بنتكلم في خمس انتخابات تعدديه، فعشان كده استاذن حضرتك هنطلع فاصل ونرجع ونجاوب على هذا السؤال. مشاهدينا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع ونكمل حديثنا مع الاستاذ محمد مرعي مدير المرصد بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. لسه مستمرين مع حضراتكم والحديث مع الأستاذ محمد مرعي مدير المرصد المصري بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ محمد، يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على فكرة هل المشهد الانتخابي والمناخ الديمقراطي اللي احنا شايفينه النهاردة في فكرة ان وجود أربعة متسابقين وأربعة بيتنافسوا على أسمى منصب في الدولة المصرية وهو منصب رئاسة الجمهورية، ده بمثابة جني ثمار لملايين من المصريين اللي نزلوا في 25 يناير و 30/6؟ بالتأكيد، بس خلينا نكون صرحاء مع أنفسنا. أنا بقولش إن مصر وصلت لمرحلة البناء الديمقراطي الشامل أو لمرحلة الإصلاح السياسي الشامل. النقطة الأهم، احنا شفنا الفترة اللي فاتت بالظبط سياسي، احنا خدنا خطوات كبيرة في مسار الإصلاح السياسي ومسار البناء الديمقراطي، وهذا المشهد الانتخابي اللي احنا بصدده الان هو جزء من ايه، من هذا من هذا المسار او هذا الاصلاح. واعتقد انه سيستمر عقب هذا انتهاء هذا السباق ايا كان من سيكون رئيس مصر ل 2030. المقصد من هنا ايه؟ المقصد من هنا يعني الشعوب عموما في عمليه البناء السياسي وعمليه دي بتاخد سنوات. صحيح. في ثورة 25 يناير أو ثورة 30 من يونيو الشعب المصري عموما بقى يعني إيه عنده نوع من الوعي. في انتخاب يعني السباق ده احنا بنتكلم على دي الانتخابات الرابعة من عند كان عندنا 2012. شايفه وعي ولا تعبير عن إرادته؟ هو عنده حالة من انه طبعا بتبقى تعبير عن إرادته. هو يعني الأول المواطن المصري بيشعر إن صوته ان هو يعني حق الاختيار، حق من ينوب عنه في مجلس النواب، من سينوب عنه في مجلس الشيوخ، من هو يعني ايه صوته بيحدد رئيس مصر من سيحكمه يعني، ويعني في النهايه الاختيار صحيح. للشعب من يحدد. فاحنا بنتكلم على فكره الحق الدستوري لاي مواطن، انت زي انت دوله طبيعيه خالص يعني، في النهايه اي رئيس موجود هو معبر عن اراده شعبيه يعني، الشعب هو مصدر السلطات، الشعب هو مصدر السلطات والشعب هو من يحدد من يحكمه. فهذا في الجزء الخاص به على فكره التراكم من 2011 الى الان، واعتقد حتى جزء كبير جدا من الاهداف اللي تم رفعها في 2011 او في ثوره ال 30 من يونيو تم تحقيقها على ارض الواقع. يعني انت لو هنا بتتكلم احنا هل مشهد مصر الان في ديسمبر 2023 زي مشهد مصر في يناير او فبراير او 2011؟ على هسأل حضرتك السؤال ده بشكل مختلف، هل مشهد مصر الان، وهنا مش هتكلم على الخمس انتخابات التعدديه اللي احنا يعني من 2005 من 2005 حتى الان مر اربع انتخابات تعدديه والنهارده احنا في الانتخابات الخمسه تحديدا، ولكن هل شكل مصر والمشهد الانتخابي النهارده في 2014 انتخابات الرئاسه هو نفس المشهد في 2012؟ لا، خلينا نقول في اختلاف كبير. الفارق لا فرق كبير جدا. في البعض اوقات كثيره بيروج ان اهم انتخابات رئاسيه حدثت في مصر هي انتخابات 2012. واوقات بيقارنوها ما بين انتخابات 2012 مع، وان كانت الحياه السياسيه في ذلك الوقت كانت حياه متهالكه. ما هو السؤال هنا انت هي على مستوى الشكل تبدو يعني انتخابات ديمقراطيه. تمام يعني صحيح. في مرشحين وفي برامج وغيره وغيره يعني. بس هل المجتمع المصري، هل البيئة السياسية وقتها والبيئة الاجتماعية كانت طبيعية؟ يعني هل نتحدث عن تداول السلطة أو نتحدث عن مسار إصلاحي أو يعني في ظل وجود استخدام الدين في السياسة؟ في ظل وجود يعني مجموعات تنتمي لتنظيمات دينية تحرض على العنف وتحرض على الكراهية والتمييز والعنصرية وغيره، هل هذه هي بيئة طبيعية؟ يعني هات لي يعني
هتلاقي دولة في العالم تقول تنظيمات دينية مسلحة يعني احنا شفنا ده بعد كده لا صحيح. في حاجة تانية كمان حتى في 2012 كمان لا يعني احنا ده يعني هو ده مش تاريخ يعني احنا عشناه كلنا يعني لا في ناس عادت من الخارج كانت تنتمي وناس كمان خرجت من السجون بضغط وقتها من تنظيم الإخوان خرجت كانت تنتمي لتنظيم القاعدة يعني هم شاركوا في عمليات إرهابية داخل صحيح. مصر وخارج مصر وغيره انت بتتكلم على مجتمع أصلا كان كرهينة لإيه لهذه التنظيمات يعني إزاي تقول لي أنا هعمل انتخابات طبيعية وأقول دي أحسن انتخابات في العالم في ظل المشهد اللي كان موجود ده طبعا هذا نوع من العبث يعني على مستوى الشك زي ما قلت لحضرتك تبدو انتخابات ديمقراطية على مستوى البيئة السياسية والاجتماعية وقتها لا كان في فوضى طبعا يعني كان في حالة من السيولة السياسية السيولة المجتمعية ما كانش في أمن اجتماعي موجود كان في ملايين من المصريين بينتابهم حالة من الخوف يعني من صحيح. بكرة على أمنهم على حياتهم على هويتهم الوطنية نفسها وده يمكن نقارنه بقى دلوقتي يمكن اللي رسخ للمشهد الانتخابي في 2014 بالظبط لما لقينا في نسبه اقبال ومشاركه خوفا من الشعب المصري على مستقبل هذا البلد اللي كان خوفا كمان هو تاكيدا على انا هنا ليه بقول خوفا؟ لان احنا بنشوف دلوقتي في مواقع التواصل الاجتماعي من اعداء مصر لان انا اي حد يحذر الاخر ويقول له انت هتنزل ليه؟ او ايه لازمه نزولك؟ انا بشوف ده ان هو شخص لازم اشوف مين اللي وراه لان مفيش شخص مصري وطني بيقول ما تنزلش الانتخابات ده حق واعتقد الحق اللي احنا النهارده بنعيشه في ملايين يعني من المطالبات كانت بتسعى للوصول للي احنا وصلنا له النهارده فما ينفعش يجي حد شخص منفرد يضيع حق باقي الملايين فسريعا كده عاوز اعرف من حضرتك بس عشان الوقت شايف الانتخابات في 2024 تقييمك للمشهد ازاي ودور المرصد اللي بتعملوه لمتابعه العمليه الانتخابيه خلال الثلاث ايام ودعوتكم للناس من تعزيز المشاركه. خلينا نقول مشهد انتخابات الرئاسيه المصريه 2024 مشهد مختلف تماما بنتكلم على وجود زي ما قلت لحضرتك في البدايه اربعه مرشحين منهم ثلاثه مرشحين انتموا الاحزاب فانا هنا من خلال ده يعني في تعزيز للأحزاب ودور الأحزاب في الحياة السياسية وأعتقد الأحزاب السياسية سيكون لها ستحصد ثمار هذه المشاركة والتفاعل من خلال هي تواجدت في الشارع في من خلال المؤتمرات وغيره فبالتالي هتزود قواعدها الجماهيريه بنتكلم المشهد الانتخابي يتصف لدينا حياد حكومي يعني او حياد من السلطه التنفيذيه لم نشهد اي تدخل من السلطه التنفيذيه في تحركات اي مرشح موجود يعني ده التزاما بتعليمات الهيئه الوطنيه للانتخابات لدينا حتى اداء الهيئه الوطنيه للانتخابات يعني محترف للغايه شاهدناه في انتخابات المصريين في الخارج لدينا حياد اعلامي واضح وصريح سواء في اعلام الخدمه العامه اللي بتكلم على مسبيرو او الصحف القوميه وحتى شفنا ده كمان بشكل واضح كمان في قنوات وصحف ومواقع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه او حتى كمان ان هو في الاعلام الخاص ان هو غير معني اصلا بان هو يلتزم بفكره الحياد وجدنا بالظبط وجدنا حاله من الحياد والمهنيه والموضوعيه السباق الانتخابي الان او انا شايفه هو اهم سباق من 2011 إلى الآن احنا هنا بنجني ثمار إصلاح سياسي حقيقي في غياب الدين لا في غياب التنظيمات التي تستخدم الدين في السياسة تتاجر بالدين او وتتاجر بالدين المناخ العام طبيعي مصر الآن دولة مستقرة يعني بتسعى لاستكمال بناء مشروعها الوطني على مستوى المصر المصر هو جزء من المركز المصري فكرة الدراسات الاستراتيجية لدينا حصلنا على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة السباق سيكون لدينا مندوبين في مختلف اللجان على الأرض ولدينا غرفة عمليات كبيرة سيتم المتابعة لحظة بلحظة لمجريات التصويت واللجان وسنراقب أيضا فكرة الحياد الإعلامي فكرة الحياد الحكومي يعني مؤسسات الدولة بالضبط وسيكون هناك بيانات متتابعة وتقارير
تقارير ترصد طبعا لا نستطيع ان نغطي جميع اللجان في مختلف محافظات مصر، لكن سيتم التركيز على بتعتمد على المحافظات الاكثر كثافه، القاهره، الجيزه، وده في حد ذاته بعض المحافظات من الدلتا، بعض المحافظات من الصعيد، وسيتم يعني انعكاس ذلك في شكل تقارير ستصدر يعني على مدار الساعه، سواء في شكل بيانات او تقارير ستصدر من المركز المصري لفكر الدراسات الاستراتيجيه. نعم، يعني بشكر حضرتك الاستاذ محمد مرعي، مدير المرصد المصري بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، واكيد هنتابع من خلال الايام اللي جايه الاوراق البحثيه اللي بتخرجوا بيها والتقارير اليوميه اللي بتخرجوا بيها اثناء العمليه الانتخابيه اللي مقرر ليها يوم الاحد والاثنين والثلاث. شكرا لك يا استاذ محمد. شكرا جدا لك. مشاهدينا، وفي الختام دايما بنوجه رساله وعي للمشاركة، ضرورة المشاركة في هذا الماراثون الانتخابي لاستحقاق الدستوري الأهم. انزل وقول صوتك، مش مهم هتدي صوتك لمين، انزل وشارك، قول رأيك واختار الشخص اللي بيمثلك، ما تبخلش بصوتك تجاه بلدك، علشان ده يمكن تاريخك وكمان الحاضر بتاعك ومستقبل أولادك ومستقبل الأجيال اللي قادمة، وعشان كده لازم تقول وتدلي بصوتك لمن يستحق، لأن صوتك أمانة. بنشكركم وإلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من الحياة اليوم.